دق كاسك بكاسي، كاس بكاسين. هيك عرف شارب كاسين عن الضيعة يلي محاطة بسلسلتي الشرقية وجبل ميشا وغابة الصنوبر على شكل كاس. أخذت بكاسين على عاتقها مبادرة لتشجيع الاستعمال المستدام لغابتها الغنية بأشجار معمرة من الصنوبر من خلال اعتبارها مورد طبيعي ثابت من المونة والمواد الحرشية الطبيعية لأهل الضيعة وزوارها. هيدا هون المحل رح يستقبل الناس اللي جايين تيستفيدوا من التنزه بالغابة. في 40,000 متر اتخذ فيهم قرار المجلس البلدي الاجتماع الماضي تحت دفتر شروط حطته البلدية ليحافظ على البيئة.